السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة الصف الأول المتوسط في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. نبدأ على بركة الله تعالى في الدرس الثالث، الوحدة الثالثة. من الحديث النبوي الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الحسد، في النهي عن الحسد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. إذن الحديث النبوي الشريف في النهي عن الحسد يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث النبوي الشريف عزيزي الطالب للدرس والحفظ. نأتي الآن إلى معاني الكلمات. معاني الكلمات إياكم أو الحسد، تمني زوال النعمة عن صاحبها. الحسد هو تمني زوال النعمة عن صاحبها. إياكم والحسد، أي احذروا الحسد وتباعدوا عنه. إياكم والحسد، احذروا الحسد وتباعدوا عنه. يأكل الحسنات أي يذهبها، يأكل الحسنات أي يذهبها. نأتي الآن عزيزي الطالب إلى المعنى العام، وبماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ماذا نهانا في الحديث النبوي الشريف. المؤمن يفرح حينما يرى أخاه بخير. كل مؤمن يفرح حينما يرى أخاه المؤمن بخير. فقد علمنا ديننا أن يحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه. الشيء الذي علمنا إياه الدين الإسلامي أن أحب لأخي ما أحب لنفسي. ولكن بعض الناس تغلب عليه الأنانية والحرص، فيدفعه جشعه إلى الاستيلاء إذا ما رأى غيره بخير. إذن يدفع بعض الأشخاص الجشع الذي في داخله أو الحسد الذي في داخله على الاستياء أو إلى الاستياء من الآخرين إذا أصابتهم نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وكأنما ناله ذلك الشخص قد أخذه منه، فيحسده على ما آتاه الله سبحانه وتعالى من فضله ويتمنى زوال النعمة عنه. إذن هذا الجشع الذي في داخل الشخص باتجاه أخيه المسلم إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة عظيمة يسمى الحسد. فالحسد الذي في داخل المسلم أو داخل الشخص عفوا، المسلم لا يتحلى بصفة الحسد، أما الشخص الذي هو هذه مرض من الأمراض، الحسد والغيبة والنميمة وغيرها، هذه كلها أمراض، فأمراض تصيب الأشخاص. فالشخص الذي يكون بداخله حسد على غيره، وهو يعني بمعنى تمني زوال النعمة عن الآخرين. يبين لنا الحديث النبوي الشريف كذلك عزيزي الطالب أن تلك أو الحسد هو صفة مذمومة لا يرتضيها الدين الإسلامي. إذا الدين الإسلامي لا يرتضي هذا المرض أو هذا الداء أو هذا الوباء الذي يحمله الشخص في داخله، ألا وهو الحسد. فالحسد يؤذي الآخرين ويؤذي حتى صاحبه، فلا يرضى الدين الإسلامي للمسلمين، فضلا عن أن صاحبها يظل قلقا ممتلئا قلبه غيظا ونقمة. إذا صاحب هذا المرض وصاحب هذا الداء يظل قلبه ليس سليما، إنما قلقا متوجلا خائفا، يحس أن ما فيه من نعمة هو أصلا سوف تزول. لكن هذا الشيء لا يرتضيه الإسلام لنا، فيكون قلب الشخص ممتلئا بالغل والحقد والغيظ والنقم على الآخرين، وقد يجره هذا الشعور إلى أن يعمل على إزالة النعمة عن غيره. الشخص عندما يتمنى زوال النعمة عن غيره، إن أصابت غيره، لربما بمجرد شيء في داخله
لكن هناك أشخاص يسعون بأن يزيلون هذه النعمة التي أصابت غيرهم أو غيرهم. إذا عزيزي الطالب، لا تسعى ولا تتمنى زوال نعمة غيرك، ولا تكون سبباً في السعي في إزالة هذه النعمة عن غيرك من المسلمين. ومثل هذا التصرف يؤدي إلى التفرقة بين أبناء المجتمع. إذا هذا التصرف لا يقوم على أساس محبة ولا يؤدي إلى بناء مجتمع، وإنما يقوم على أساس بغض وكراهية بين أبناء المجتمع، وهذا يؤدي إلى أصلاً تفتت المجتمع، وإن كان في الأسرة فسوف يؤدي إلى تفتت يعني تشتت الأسرة بأكملها، وغرس الشقاق فيما بينهم. والحسد يحمل العبد على أن يحتقر أخاه. إذا هذا الأمر أو هذا المرض يقود إلى كثير من الأشياء التي تؤذي غيرنا والتي تؤذي إخواننا المسلمين. فالحسد يحمل العبد إلى أو على أن يحتقر أخاه بمجرد أن يرى أخاه قد أصابته نعمة من الله عظيمة، من شدة حسده وغيره وغيرته على غيره يؤدي هذا إلى احتقار أخاه الذي أصابته النعمة، لأنه ما تمنى زوال تلك النعمة عنه إلا لأنه احتقره واستصغره واستكثر تلك النعمة عليه. إذا عزيزي الطالب، الحسد يؤدي بصاحبه إلى أن يحتقر غيره وأن يستصغر غيره وأن يستكثر النعمة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على هذا الشخص الذي أنعم عليه بها. وهذه الأخلاق كلها عزيزي الطالب تتنافى مع خلق الإسلام وما دعا إليه الدين الإسلامي وما أمر من الله سبحانه وتعالى به وما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يأمرنا بالمحبة والاحترام والتآخي. إذن الحسد مرض فتاك، وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها أو السعي في إزالتها بأي طريقة من الطرق، وهذا يؤدي بالشخص أن يتحمل على غيره من المسلمين وأن يستحقره وأن يستصغره وأن حتى يستكثر عليه النعمة التي قد أنعمها الله سبحانه وتعالى على هذا الشخص المسلم. فإن أول معصية لله سبحانه وتعالى إنما كان أساسها الحسد والحقد الذي أدى إلى الازدراء والكبر، ثم أدى إلى المعصية، والمعصية أدت إلى الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. عندما كان إبليس في الجنة وكذلك كان سيدنا آدم في الجنة، أبى إبليس أن يسجد لله سبحانه وتعالى بداعي الكبر والحسد، وهذه تعتبر أول معصية كانت لله، يعني أول معصية ارتكبت فهي الحسد الذي أدى بصاحبه إلى الازدراء والكبر، ثم أدت هذه المعصية إلى الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فقد طرد الله سبحانه وتعالى إبليس إلى يوم الدين، فهو مطرود ملعون إلى يوم الدين. وذلك عندما خلق الله تعالى آدم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، فعندما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لمن؟ بالسجود لآدم عليه السلام، سجدوا جميعهم إلا من؟ إلا إبليس أبى واستكبر، وكان هذا الإباء منه والاستكبار بداعي وبدافع الحسد. فقد حسد إبليس آدم عليه السلام على ما أنعم الله تعالى عليه به من السجود، وكان السجود هنا ليس سجود عبادة، أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة جميعهم أن يسجدوا لآدم، وكان هنا نوع السجود هو نوع سجود تكريم وليس عبادة، وإنما السجود للعبادة هو لله فقط، الله سبحانه وتعالى يستحقه. أما السجود الذي أمر الله سبحانه وتعالى به الملائكة جميعهم كان سجود تكريم لآدم عليه الصلاة والسلام. فامتنع إبليس من أداء هذا السجود واستكبر وأبى، وكان كل هذا الأمر هو بداعي الحسد، فقد حسد آدم عليه السلام واستصغر لآدم وتكبر يعني أن يسجد له جميع الملائكة، جره هذا الكبر أو الامتناع عن
السجود جره إلى مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، فطرده الله تعالى ولعنه إلى يوم الدين. إذن عزيزي الطالب، الحسد صفة مذمومة، وهو تمني زوال النعمة كما سبق وذكرنا. وكانت أول معصية ارتكبت عندما خالف إبليس أمر الله سبحانه وتعالى ولم يسجد لآدم عليه الصلاة والسلام، فسجد جميع الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر. وكان أساس هذا الكبر وهذا عدم السجود هو الحسد، ودافع الحسد الذي كان لدى إبليس. ومن يحسد الناس على ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من فضله فإنما يتشبه بإبليس عليه اللعنة. إذن كل شخص عزيز الطالب يمتلك هذه الصفة المذمومة أو هذا المرض الفتاك يكون قد تشبه بإبليس عليه اللعنة، وقد يؤدي هذا العمل إلى أن يحبط أعمال الناس، فالحسد يذهب الحسنات كما تحرق النار الحطب. إذن عزيز الطالب، الذي يحسد الناس ما هو عقابه عند الله سبحانه وتعالى؟ عقابه أنه يعمل الحسنات لكنه سرعان ما تذهب، سرعان ما يذهب وتذهب فائدتها ويذهب حتى أجر الحسنة التي فعلها. لماذا؟ لأن الحسد يأكل أجر هذه الحسنات كما تأكل النار الحطب. نأتي الآن عزيزي الطالب بعد أن بينا معنى الحسد وبينا أنه مرض فتاك وصفة مذمومة، نأتي إلى بيان أهم ما يرشد إليه الحديث وما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالالتزام به والامتناع عنه. أولا، أن الدين الإسلامي يطلب من المؤمن أن يطهر قلبه. من أي شيء يطلب منا الحديث النبوي الشريف؟ يطلب منا أن نطهر قلوبنا من الأنانية ومن الحقد ومن الحسد، من الأنانية ومن الحقد ومن الحسد، وأن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. ثانيا، إنه يأمر بكل ما يوثق صلات الود والتعاون بين أبناء المجتمع، وينهي أو ينهى عن كل ما من شأنه إعادة التفرقة والشقاق بينهم. إذن الدين الإسلامي يأمرنا بكل ما يوثق ويعظم العلاقات والصداقات والأخوة في الإسلام والتعاون بين أبناء المجتمع، وينهى عن كل أمر يدعو إلى الحقد والحسد والضغينة والبغضاء والأنانية بين أفراد المجتمع. ثالثا، إن الله سبحانه وتعالى يحاسب المرء على كل ما يسيء به إلى غيره. كل شخص يسيء إلى غيره فليعلم هذا المسيء أن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه عاجلا غير آجل، إما في الدنيا وإما سوف يأخذ حقه، حق المظلوم أو حق الذي أساء إليه في الآخرة، سواء كان ظاهرا هذه الإساءة ما اقترفته جوارحه أو ما أضمره قلبه. رابعا، ما أصاب الإنسان من خير أصابه بإذن الله، وما فاته من الخير فاته بإذن الله، والحاسد يرفض ما أراده الله وقدره. إذن الحاسد يرفض قضاء الله وقدره. إلى هنا أعزائي طلبة الصف الأول المتوسط، نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.